أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه طلب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013. وأضاف المكتب أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس في كل دولة، وأن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأصدر القضاء الفرنسي منتصف شهر تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013. أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء السبت عن استهداف مواقع ومنشآت نفطية تابعة لقصد شمال شرق سوريا. وبدوره أعلن مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأحد خروج معظم المنشآت الكهربائية عن الخدمة بسبب قصف تركي تعرضت له ليلة أمس. وتزامن ذلك مع تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلاله إن بلاده لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن، وذلك تعليقا على مقتل جنود أتراك شمال العراق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر. وفي السياق أعلن الجيش الأمريكي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون خلال عبورها البحر الأحمر، وأرسلت نداء استغاثة إلى سفينة حربية أمريكية منتشرة في المنطقة. وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن عن تحالف دولي يضم 10 بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة ضد السفن التجارية المتوجهة نحو إسرائيل عقب أن أعلنت شركة شحن كبيرة تعليق عملها في البحر الأحمر. سجل فريق منسق استجابة سوريا انخفاضاً في عملية الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا لسيما ضمن المخيمات مع بدء فصل الشتاء. وأشار الفريق إلى انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي، وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات، إذ لم تتجاوز عتبات 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية المختلفة في المنطقة خلال فصل الشتاء. وكان الفريق قد ذكر مطلع الشهر الجاري أن نحو 4.4 ملايين شخص القسم الأكبر منهم يقطنون ضمن المخيمات في شمال غرب سوريا بحاجة إلى نحو 130 مليون دولار لتغطية احتياجاتهم الأساسية وسط تراجع التمويل الدولي في المنطقة. أفادت مصادر إعلامية محلية بارتفاع أسعار الخضار في دمشق بنسبة 40% بسبب المنخفضات الجوية وفترة الأعياد. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والبيض، في حين تحدثت تقارير إعلامية محلية أن عيد رأس السنة الميلادية سيكون نباتياً لأغلب السوريين بسبب الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والارتفاع المستمر للمستلزمات الأساسية الذي وصل لمستويات غير مسبوقة عام 2023.